أول الغيث قطرة، هكذا توصف استضافات الوزراء داخل قبة البرلمان، إذ تعتبر الاستجوابات النيابية تمهيداً لإقالات وزارية ضمن التغييرات التي لوحت بها الحكومة منذ يومها الأول. نتابع. انتظار وترقب من الأوساط السياسية والشعبية للتغييرات الوزارية التي تحدثت الحكومة عنها بوقت سابق، تغييرات قد تطيح بخمسة وزراء كالنقل والاتصالات والكهرباء والتربية والموارد المائية وفقا لمصادر سياسية، وذلك بعد تقييم أدائهم. التغيير ضروري جدا للوزارات المتلكئة والتي عليها الكثير من يعني مؤشرات الفساد ويعني عدم الإنجاز. إذا لم تكن يعني عين الحكومة والهيئات الرقابية والمؤسسات يعني الرقابية في البلد لم تكن يقظة، فيكون هناك تمادي كبير من قبل الكثير من الوزراء ومن المسؤولين الحكوميين. بوادر استبدال بعض الوزراء والمسؤولين قد بدت تتضح من خلال حملة الاستضافات والاستجوابات التي يجريها مجلس النواب، إلى جانب التقييم السنوي للعمل التنفيذي لكل وزارة، بيد أن مراقبين يرون أن التغييرات ترتبط بدخول الموازنة حيز التنفيذ. إلى الآن لا يوجد تشخيص محدد لفشل أداء وزير معين، لأن الحجج حاضرة لدى الوزراء بأن الموازنة لم تصرف ونحن لا نستطيع تقديم شيء بلا إيرادات أو أموال. هذا يجعل من التغيير اليوم ربما يؤجل إلى أشعار آخر بعد تنفيذ بنود الموازنة. وقد تواجه الحكومة رفضا من الأحزاب في مهمة استبدال بعض المسؤولين بآخرين، وذلك لأن أغلب الوزارات تدخل ضمن خانة التحاصص السياسي والطائفي. وتأتي خطوة التغييرات الوزارية ضمن خطوات الحكومة في إصلاح الكابينة التنفيذية التي تعرضت على مدى عقدين من التعثرات والاهتزازات بسبب الفساد والتدخلات الحزبية. من العاصمة بغداد، فقار فاضل، الرابعة.